الذي يتحدث فيه خبراء الصحة العالمية عن تدني فترة العيش في العالم إلى حدود 80 سنة، ثبت أن هناك عجوز في بلدية ميزور بولاية بيجاية فقد كل التصورات ووصلت في سنها إلى حدود 140 سنة. إنها الحاجة منصوري فاطمة أرملة حدوش، والتي تعد أكبر معمرة في الجزائر أو ربما في العالم. تتمتع بصحة جيدة وهي في كامل قواها العقلية، عاشت أغلب الحقب التاريخية التي مرت بها البلاد، وهي الآن أم وجدة لقرابة 90 فردا. الزميل حسن زيزي زار معمرة الجزائر في بيتها وعاد لنا بهذا التقرير. منصوري فاطمة أرملة حدوش عجوز تنحدر من أعالي بلدية أميزور بولاية بيجاية. إن فاطمة حسب شهادة ميلادها هي أكبر معمرة في الجزائر أو ربما في العالم بأسره، ببلوغها سن 140 سنة. تتمتع بصحة جيدة وهي في كامل قواها العقلية، وما تزال اليوم تتذكر أغلب الحقب التاريخية التي مرت بها البلاد. إيش نيون حفلة رمضان خد من تموت عقيدة وي خانيش عقير ذي خانيش الخريفة يني عوض خسر نشري يشوف ينتي بسيي وما تزيش يقضي لنينا لابد سعين مالسكال ويني متول الخذات. تم تسجيلنا فاطمة في سجلات الحالة المدنية سنة 1891 من طرف خالها، وكان في عمرها حينها 18 سنة. اشتغلت في حياتها كقابلة وكانت تداوي العديد من الأمراض بالطرق التقليدية، وهي الآن أم وجدة لقرابة 90 فردا. انديكوفريتي ذاك الفيلاج الحامة صافي 8 كيلومتر دو du centre du chef-lieu de la commune d'Amizur, la cellule Amizur. Mais déplacé ordinaire, on a ici, comme d'habitude, ce qu'on appelle une enquête. La liste des besoins. On était surpris, malheureusement. Là, j'ai eu aucun papier, ni la carte d'identité, ni le carte qui est de glace. Ça fait la mission de Amizur, c'était ça. La mission de Amizur, الخوف تعاريات المحنة نتيان الوشولين المحنة اللي كانت سيئة وصوفيت لبطوح الماطي. نا فاطمة حالة فريدة من نوعها في العالم، وهي حالة من المفروض أن يتحرك المعنيون عاجلا لتسجيلها في كتاب غينيس للأرقام القياسية. ونحن نسأل لك يا حاجة فاطمة طول العمر والصحة والعافية.